السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ طلاب الصف الخامس. اليوم إن شاء الله يمس رح نتناول قاعدة اللي هي تتعلق بتنوين الفتح. رح نتناول قاعدة تنوين الفتح. خلينا أول شيء نتعرف على أشكال التنوين وشو الفرق بين نون التنوين والنون الساكنة. الآن رح ناخذ طبعاً التنوين يتعلق بالأسماء، مستحيل يجي عندي فعل منون أو حرف. التنوين يتعلق دائماً بالأسماء. لو أخذنا مثلاً كلمات مدرسة، لو طلبت منك تنونها بتنوين الضم، الآن تنوين الضم رح تحط بهون ضمتين، صح؟ رح يكون لفظها مدرسة دون. الآن عند تنوين الفتح رح تصير مدرسة تان. مدرسة تان. وعند تنوين الكسر رح تصير مدرستين. الآن لو أنا أعطيتك مثلا من، أنا حكيت من لفظت النون، صح ولا لا يا خامس؟ لما أنا قلت من شو عملت؟ لفظت نون. الآن لما قلت مدرسة مدرسة مدرستين، بتلاحظ إنه في عندي نون بتطلع، صح؟ هاي النون بتطلع وين بس يا خامس؟ في اللفظ لما أنا أحكيها. لما أوقف على مدرسة ما بتطلع عندي نون. بينما هون لما احكي من، الان انا لما وقفت عليها لفظت النون، والنون هون كمان كتبت، معناته انا النون بتطلع معي مع التنوين مدرسه مدرسه مدرسه، هاي بسميها نون التنوين. ونون التنوين هاي يا خامس ما كتبت، صح؟ بس لفظت، هاي تلفظ ولا ايش؟ ولا تكتب. تلفظوا ولا تكتبوا. الآن هاي النون راح أعتبرها نون التنوين، راح أعتبرها زائدة. شو راح أعتبرها خامس؟ راح تكون زائدة، يعني ما راح تكون أصلية في الكلمة، يعني غلط أكتب مدرسة أكتب آخر شيء نون، لأنه هاي نون التنوين، ونون التنوين دائما يا خامس تكون زائدة تطلع معي في اللفظ بس ما تكتب. الآن من في فرق، هاي من هاي النون أصلية. النون في من نون أصلية، اللي هي نون إيش؟ نون ساكنة، يعني أنا طلعت معي في اللفظ وفي الكتابة. إذا نون التنوين نون زائدة تلفظ ولا تكتب، بينما النون الساكنة هي نون أصلية، يعني أصل الكلمة. الآن عندي ثلاث أشكال للتنوين يا خامس، اللي هو تنوين الضم، وتنوين الفتح، وتنوين إيش؟ وتنوين الكسر. اليوم درسنا راح يتعلق بتنوين إيش؟ بتنوين الفتح. راح نتعرف شو الكلمات اللي بنضيف إلها تنوين فتح بدون إضافة الألف، ومتى نزيد ألف تنوين الفتح على آخر إيش؟ على آخر الاسم. خلينا نكتب الأمثلة مع بعض يا خامس. الآن عندي كلمة جامعة، وعندي كلمة ضحى، وعندي كلمة سماء، الآن عندي جامعة وعندي ضحى وعندي إيش وعندي سماء. الآن لما أجي أنا أطلب منك يا خامس تنون لي كلمة جامعة بتنوين الفتح، يعني بدل راح أحط أنا عليها هسه تنوين فتح، بدي أضيف لكلمة جامعة تنوين إيش؟ تنوين الفتح. الآن لو طلعت كلمة جامعة بما أنها تنتهي بتاء مربوطة، معناته أنا هون ما بضيف ألف تنوين الفتح، بكتفي بوضع التنوين وين؟ في آخر الكلمة، فراح تصير عند تنوين الفتح جامعة. شو راح تصير يا خامس؟ جامعة. معناته الاسم إذا انتهى بالتاء المضبوطة أنا بضيف تنوين الفتح على إيش؟ على آخر الكلمة، وما بزيد ألف تنوين الفتح. الآن بالنسبة لضحى،
بما انه منتهي بألف مكسوره معناته نفس الشيء، تزاد التنوين على، لان انا بحط التنوين قبل الالف بس ما بضيف الف تنوين فتح، لانها تنتهي بألف ايش؟ بألف مكسوره، السبب لانها انتهت بألف مكسوره وراح تصير ضحى. في عندي بما انه في عندي هون الف مكسوره هاجي احط التنوين هون، يوضع قبل ايش؟ قبل الالف. الان سماء، لو نظرنا الى كلمه سماء يا خامس نلاحظ انها انتهت بهمزه ومسبوقة بمين؟ بألف. انتهت بهمزة مسبوقة بألف. الآن إذا شفت أن الاسم عندي منتهي بهمزة ومسبوقة، شرط الهمزة أن تكون مسبوقة بألف، شو باجي بعمل؟ الآن هون ما بضيف ألف تنوين الفتح، بكتفي بوضع التنوين على وين؟ على آخر الكلمة. راح يصير إيش؟ سماء أن. راح يصير عندي سماء، ما راح أضيف ألف تنوين الفتح. إذا في عندي ثلاث حالات لا تزاد فيها ألف تنوين الفتح. أول شيء إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة، وإذا انتهت بألف مكسورة، وإذا انتهت بهمزة مسبوقة بإيش خامس بألف. ركز معي، إذا انتهت بهمزة مسبوقة بألف، شرط الهمزة إنها تكون مسبوقة بألف. الآن راح نشوف شو الفرق بين هاي الكلمات وهاي الكلمات. اليوم عندي كلمة جزء وعندي كلمة كتاب. الآن أنا بدي أنون جزء بتنوين الفتح. الآن هون يا خامس نلاحظ أنها انتهت بهمزة، بس شو الفرق بين جزء وسماء؟ هون الهمزة مسبوقة بألف، الهمزة في سماء مسبوقة بألف، بينما في جزء ليست مسبوقة بألف، ما سبقت بألف. شرط إني أنا أحط التنوين على آخر الكلمة بدون الألف إنه الهمزة تكون مسبوقة بإيش؟ مسبوقة بألف. الآن هون بما إن الهمزة لم تسبق بألف، معناته باجي بضيف ألف تنوين إيش؟ باجي بضيف ألف تنوين الفتح. يعني الهمزة لم تسبق بألف، جزء أن، صارت عندي إيش؟ جزء أن. بالنسبة لكتاب هون انتهى بحرف صحيح. بدي أجي أطلع على كلمة كتاب، إحنا قلنا ما بنزيد ألف تنوين الفتح إذا كانت منتهية بتاء مربوطة، ألف مقصورة وهمزة مسبوقة بألف. راح نطلع على كلمة كتاب، هل منتهية بتاء مربوطة؟ لا. هل منتهية بألف مقصورة؟ هل منتهية بهمزة مسبوقة بألف؟ لا. معناته أنا باجي بضيف ألف تنوين الفتح وبتصير إيش؟ بتصير كتابا، بحط التنوين على الحرف اللي قبل إيش؟ الألف. ماشي؟ إذا في عندي حالات تزاد فيها ألف تنوين الفتح وحالات لا تزاد فيها ألف تنوين الفتح. خلينا نعمل جدول خامس، نحكي الحالات التي لا، نحط خطين تحت لا، تزاد فيها ألف تنوين الفتح. يعني مثلا ما بحط ألف على آخر إيش؟ على آخر الكلمة وبكتفي بوضع التنوين على الأخير. الآن أول حالة، إذا كانت الكلمة منتهية بإيش؟ بتاء مربوطة. الحالة الثانية، إذا كانت الكلمة منتهية يا خامس ب، شو سميناها؟ سميناها ألف مقصورة، منتهية بألف مقصورة. إذا كانت الكلمة منتهية بهمزة مسبوقة بإيش؟ بهمزة مسبوقة بألف. يعني راح تكون عندي هيك الهمزة قبليها ألف، معناته أنا بكتفي بوضع التنوين على آخر الحرف وما بضيف ألف تنوين الفتح. الآن نشوف هون
الحالات التي تزاد فيها ألف تنوين الفتح. الحالات اللي هزيد فيها ألف تنوين الفتح. الآن أول شيء إذا كانت الكلمة منتهية بحرف صحيح. حرف صحيح يا خامس يعني مش تاء مربوطة ولا ألف مكسورة ولا همزة مسبوقة بألف. هون المقصود بحرف صحيح مثل مطر، ومثل باب. اثنين إذا كانت الكلمة منتهية بإيش؟ بهمزة ولم تسبق بألف. إذا كانت منتهية بهمزة بس ما سبقها ألف، هون سبقتها ألف يا خامس، بدنا نركز. إذا كانت منتهية بهمزة غير مسبوقة بألف. ماشي خامس؟ طيب الآن في عندي تدريب في الكتاب اللي هي صفحة 13. أعد كتابة الكلمات الآتية بوضع تنوين الفتح بدلا من تنوين الضم. الآن عندي خمس كلمات موجودة بتنوين، موجودة هاي بتنوين الضم، أنا بدخليها بتنوين إيش؟ بتنوين الفتح. أول كلمة عندي مدرسة، ثاني كلمة عندي كتاب، وثالث كلمة عندي بدر. الآن راح أشوف مدرسة، إحنا قلنا متى ما نزيد في الحالات التي لا تزاد فيها ألف تنوين الفتح إذا كانت الكلمة منتهية بتاء مربوطة، معناته أنا مدرسة راح أكتفي بوضع التنوين على آخر إيش؟ على آخر الاسم. مدرسة. كتاب. الآن أنا بزيد ألف، الحالات التي تزاد فيها ألف تنوين الفتح إذا كانت الكلمة منتهية بحرف صحيح. يعني هل هون الكلمة انتهت بتاء مربوطة؟ هل انتهت بألف مقصورة عشان ما أزيد الألف؟ هل انتهت بهمزة مسبوقة بألف؟ بما إنه هاي الحالات مش موجودة، معناته أنا بالف بزيد ألف تنوين الفتح على آخر إيش؟ على آخر الفعل. فراح تصير كتاب بل. الآن بالنسبة لكلمة بدر نفس الشيء، لم تنتهي بتاء مربوطة ولا بألف مقصورة ولا بهمزة مسبوقة بألف، معناته راح أزيد ألف تنوين الفتح وراح تصير إيش؟ بد رن. راح تصير إيش خامس؟ راح تصير بد رن. طيب الآن في عنا تدريب راح أكتب لك إياه. يكون واجب نون الكلمات الآتية بتنوين الفتح مراعيا الحالات، مراعيا
الحالة التي لا تزاد فيها ألف تنوين الفتح. أول اسم عندي سجى، مطلوب منك تنوّن بتنوين الفتح. ثاني اسم وعاء. ثالث اسم بدء. ورابع شيء راح يكون قصة. راح نحط عصفور. رأي الحالات اللي بيزيد فيها التنوين فتح، والحالات اللي بكتفي بوضع التنوين على آخر إيش؟ على آخر الكلمة. وحبيبي الواجب يا خامس وبعث لي الحصة القادمة إن شاء الله راح نتحدث عن أنواع الهمزة. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.